مرحبا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من عرب ويلز انا اليوم موجود ببريطانيا لحتى نجرب سياره كتير مميزه وبالاحرى في لكم هذا الرينج روفر السبورت الاس في ار يلي هو اقوى رينج روفر سبورت اس في ار بتاريخ رينج روفر نحن اليوم موجودين على حلبة فن اند يلي هي بيملكوها شركة جاكوار لاند روفر ليعملوا تجاربهم الخاصة على كل سياراتهم في حلبة سئنا عليها وأكيد رح نفرجيكم اليوم سواقة ممتعة على الحلبة وأكيد نخبركم عن الرينجوفر السبورت الاس في لمحة سريعة تنقلكم عن الرينجوفر السبورت الاس في اول شيء التغيير الخارجي من الرينج اوفر السبورت الاس في ار نطلع اول شيء اكيد في الاضويه الاماميه اللي هي مغيره في عنا الشبك الامامي اللي هو مغير واكيد المصد الامامي مغير عن الطراز الـ او الموديل السابق عن الاس في ار ومنلاحظ اكيد اهم شغله يلي زودوها من خارج السياره رينج روفر واكيد مبينه وكثير واضحه للعين يلي هو غطاء غطأ المحرك يلي هو معمول من كربون فايبر واكيد عندك عجلات أه معدنية بياس 21 و 22 إنش و بداخل المكسورة عندنا المقاعد مغيرين الكراسي مغيرين ومخفف وزن 30 كيلوغرام وأكيد زودوا شركة رينج روفر الشاشتين الدول يلي هني أطلقون أول مرة على سيارة الرينج روفر الفيلار صاروا موجودين هلأ بقلب السبورت SVR أه Edition شغلة كمان يلي كمان مغيرة بموديل 2018 بالسبورت اس هو المقود وطبعا العدادات واكيد مسكة الجير شو مواصفات سيارة الرينج روفر السبورت الاس جاي بمحرك 5 لتر 8 اسطوانات بشكل في بيولد 575 حصان و700 نيوتن متر من عزم الدوران الفرق هو بس 25 حصان بين الطراز السابق وطراز الاس في ار موديل 2018 واكيد السياره بدفع رباعي وبعلبه تروس اوتوماتيكيه ب 8 غيارات انا حاليا هلا موجود بقلب مكسوره آه الرينج روفر سبورت اس في ار موديل 2018 مثل ما خبرناكم ببداية حلقتنا تغيير منه كتير جذري ومنه كتير بقلب مكسورة الرينج روفر سبورت اس في ار مثل ما قلنا لكم في تغيير الشاشتين الدول سكرين يلي حطوهم شركه رينج روفر بدايه بلشوا فيها على الفيلار حطوها هلا على الرينج روفر السبورت الاس في ار وطبعا لمسات الكربون يلي موجوده بالاس في ار واكيد المقاعد الرياضيه يلي موجودين يلي هن تغيروا كمان عن الطراز السابق لانه خففوا له وزن ب 30 كيلوغرام طبعا المقود مغير وطبعا ال مسكة الجير كمان مغيرة بطراز وموديل 2018 خلينا نطلع نفرجيكم شوية سواقة ممتعة على متن الرينج اوفر سبورت SBR يلا خلينا ندور السيارة وصلت حلقتنا على نهايتها إن نكون اليوم متعناكم بكيادة ممتعة على متن الرينج روفر السبورت الاس في ار في أجمل من هيك محرك وأجمل من هيك عدم صوت عن جد أنا فعلا حبيت الطراز والموديل الجديد من الرينج روفر السبورت الاس في ار وخصوصا السواقة الممتعة والثابتة على حلبة فان اند ببريطانيا في لكم شغله صغيره بس السياره بتبدا الرينج روفر السبورت العادي بيبدا من 343 الف درهم اماراتي والرينج روفر السبورت الاس في ار بيبدا من 623000 الف درهم اماراتي واكيد طبعا نحن وعم نحكي هلا الفيديو السيارات رح يكونوا موجودين ومتوفرين بالعالم العربي او بالخليج العربي من وقت ما نحن هلا عم نحكي الفيديو ده اخبركم شغله تسارع الاس في ار يلي انا شخصيا فاجأني اكيد بزياده هال25 حصان من صفر لمية السياره بتتسارع باربع ثواني ونصف هيدا بعتقد ريكورد وانجاز عند شركه رينج روفر ان شاء الله اليوم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا وما عليكم غير زياره موقعنا على www.arabwheels.net فيكم تقروا موضوعنا بالكامل واكيد فيكم تشاهدوا الفيديو تبع الرينج السبورت اس في ار على اليوتيوب تشانل تبع عرب ويلز وان الله راد بنشوفكم بحلقه جديده وبسياره جديده الله معكم باي باي